وبالطبع فلقد ناقشنا موقفكم السياسي، وأود أن أنتهز هذه الفرصة لأقول إنني أمتدح بقوة جهود مصر المستمرة في الوساطة لإبرام صفقة والوصول إلى وقف إطلاق النار الذي يعتبر أمرا بالغ الأهمية في عدم التصعيد، ويبقى حل الدولتين هو الحل الممكن للمشكلة بين إسرائيل وفلسطين. هذا أمر مهم، ونحن نريد حلا بأسرع ما يمكن. وبالطبع لقد أشرتم إلى اعتبارات وتوترات أخرى، ومنها الموقف في البحر الأحمر الذي يؤثر تأثيرا كبيرا على اقتصادكم، وهذا أمر نستشعره بين بلداننا وبين بلدان لها أنشطة في النقل البحري. وبالطبع لقد اتفقنا، ولا داعي لأن أقول كلاما كثيرا بالنسبة للوضع في غزة الذي يشغلنا إلى حد كبير، فإن الدول الأوروبية وهي أكبر مانح وبينها الدنمارك أقوى المانحين، إنني أتطلع إلى الزيارة التي سنقوم بها غدا إلى رفح بسبب وضعها الحالي، ونحن راغبون في مزيد من الاستثمار تجنبا لهذه الكارثة الإنسانية. وهكذا معالي الوزير، شكرا جزيلا على كرمكم. وبالطبع لقد تصارحنا في تبادلنا للآراء في الموضوعات المختلفة، وأرجو أن نستمر في ذلك وأن تنمو العلاقات بيننا في المستقبل، وشكراً.